عدنا معكم مشاهدينا كي نتحدث سويا عن توظيف الأسطورة والموروث الشعبي في الأدب والفن العربي مع الفنان الإماراتي الممثل عبد الحميد البلوشي. صبحك الله معنا على تلفزيون الجزيرة. يا أهلا وسهلا، صباح الخير، صباح جميل، صباح إبداع إن شاء الله، وصباح صباح الإبداع الثقافي. الثقافي نعم نعم. حضرتك كنت مشارك العام الماضي وحضرت فعاليات منتدى الفجيرة الثقافي بنسخته الأولى، واليوم نراك مواظبا على متابعة هذه الأحداث والفعاليات الثقافية التي نشهدها على أرض الإمارة. ما هو انطباعكم عن تنظيم مثل هذا النوع من المنتديات أنتم كفنانين؟ والله بالنسبة لنا الفنانين نتمنى احنا ان كل الفنانين يكونوا مشاركين في هذا المنتدى. بالعكس هذا منتدى ثقافي، يعني يهمنا احنا كفنانين نكون مشاركين فيه، وانا اتشرف ان انا كنت موجود في الدورة الاولى وهذه الدورة الثانية مشارك فيها، وبالعكس هذا شرف كبير لي ان هذا منتدى يعني يجمع كل الفنانين، يجمع كل الفن بأجمله، كل يعني مثقفي العالم العربي بالضبط. إذا ما صح التعبير أستاذ عبد الحميد، الشعار الذي ينعقد تحته المنتدى هذا العام إنما يقول توظيف الأسطورة والموروث الشعبي في الأدب والفن العربي. اليوم عندما نتحدث عن الأسطورة نتحدث عن الخيال، نتحدث عن أشياء غير ملموسة وغير واقعية، ولكن الموروث الشعبي سواء المادي أو غير المادي هو واقع نعيشه. هذا المزج بين النقيضين كيف تقرؤونه؟ أنا أقرأ هذا المزج مزج إبداع، مزج ابتكار، مزج يعني يوصل مثلا المعلومة للمثوان، سواء المتلقي سواء كان تلفزيونا أم مسرح أو حتى لو في الفن الشعر، يعني مجمل الفنون كلها يوصل المعلومة بطريقة جميلة جدا، وبعدين يخلي الناس يكونون أكثر اهتماما في هذا الموضوع، لأن لما يصير المزج بالعكس تعطيك جماليات أكثر. اليوم المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وطبعا هو نائب رئيس اللجنة العليا لجائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع الأستاذ فيصل جواد، كان قد أشار في وقت سابق إلى أن اختيار الأعمال المشاركة كان وفقا لمساهمتها في الانفتاح على الآخر وفي تحفيز الحوار وردم الفجوات والهواة التي يحاول أن يخلقها دعاة التطرف والتعصب. ألا تلتمس في هذا المنحة بعض العمق الذي يتجاوز حدود الثقافة؟ طبعا الكل يلتمس، والأستاذ فيصل جواد ما شاء الله عليه يعني إنسان مثقف، وإحنا بالعكس شهادتي مجروحة فيه، إحنا اللي نتعلم منه ولا زلنا نتعلم من الأستاذ فيصل جواد. بالعكس هذا شيء جميل جدا اللي قاله، وأنا معاه يعني في هذا الكلام بأكمله. يعني في ظل هذا المنتدى الذي يحتفي بالثقافة والمثقفين العرب، كيف تقرؤون واقع الثقافة العربية؟ الثقافة العربية احنا عارفين الثقافة العربية ثقافة مش جديدة علينا، ولا يعني لأن هي ثقافة أصلا قديمة، وحتى الغرب يعني أخذوا الثقافة العربية، الثقافة العربية إذا رحنا للقديم يعني سواء لابن سينا، لا سواء لأكثر من الثقافة الموجودة مثلا في سواء في الطب سواء في الجغرافيا سواء في أي شيء يعني. فالحمد لله لازلنا احنا في الثقافة العربية مع التطور، هذا الثقافة بدأ التطور يعني مع التكنولوجيا والتقدم والحضارة اللي صارت، حتى الثقافة العربية بدأت في تطور، وإن شاء الله دائما في تطور دائم. يعني هل هناك تناغم بين التطور والحداثة والمعاصرة والتطور التكنولوجي والتطور في الكلمة والنثر والشعر؟ لابد نحن لا، هل هذا نعيشه كواقع اليوم؟ هل تتلمسه في حنايا الأدب العربي؟ طبعا نتلمس، موجود، وحتى الدليل أن حتى معظم الشعراء يعني حتى سواء الشعراء سواء الفنانين لهم يعني متأثرين بالواقع الموجود، ومعظم سواء كان شعر سواء كانت أعمال سينمائية تلفزيونية تتأثر في الواقع الموجود، حتى الروايات أو القصص تطلع من الواقع اللي احنا موجود فيه.
نعم، ولكن هناك من يعتبر أن الشعر يعيش في مرحلة الكساد، في حين تميل كفة الميزان إلى الرواية، وربما معارض الكتب هي خير دليل على ذلك. الروايات العربية هي الأكثر مبيعا، في حين أن الشعر سواء العمودي أو الشعر الحديث هو في مرحلة، دعني أكون متفائلة إلى حد ما ولا أستعمل كلمة كساد، ولكن جمود. هو شوف، الشعر له ناس، يعني له ذواقة. نعم. أما الرواية كان بإمكان أي شخص يعني يقرأه ويتثقف منها، لكن وكل الفئات العمرية، وكل الفئات العمرية، وكل الأذواق. يعني في النهاية هي رواية توصلني لي، يعني مثل ما تقول زي ما احنا نعرفه قبل نحتوته يعني. نعم. بس الشعر صعب كل واحد يتذوق الشعر، الا اذا كان انسان فعلا يعني ذو حس عالي يعني.